رسمه عمر شرق باب كذبي من عيني غفا شو مشتاق شو مشتاق شو مشتاق برد الغربي يغمرني الدفا يغمرني الدفا نيتي شريفة بحبها وبدي اتجوزها. ما بتحبك. شو الشغلة بالقوة؟ أكيد لا بس شو؟ أسامة هن كلمتين يا بتترك نهد بسبيلها بتترك الشركة. ذكرتني؟ تذكرت أسامة عبد الله النصاب اللي طول عمره فاشل. شوف أسامة وين صار ووليد بيك وين صار. أكيد كله هذا بالنصب وبالاحتيال. ليه أنت ما شلحتني ناهد بالنصب والاحتيال؟ ناهد ولا يوم حبتك. تزوجتني برضاها وبقناعتها. ولمصرياتك. ويوم ما طردتني من الشركة بسببك شفت الويلات. قول بسبب افعالك. ليك أسامة بعود عن بنتي ولا بقتلك. ضهر المكتبة اللي انا عم بتقول هيك. برا يا وليد يلا برا. معقول؟ أنا شفتهم ظاهرين من الكافيه. طب أنت بتعرفي؟ كان معي ناس بيعرفوه وبيعرفوا وليد سعد وبناته، وما راح خبرك شو صار حكي. شو صار حكي؟ يا ابن العم بلا تفاصيل.
اكيد انت ما بتقبل هالمصاهره مع وليد سعد. ولا ممكن، مستحيل. بس ما بيمنع سامر يعمل اللي براسه لانه صار راشد نفسه ويقوم يوطي لنا راسنا قدام الناس. بنكره بحرمه ثروتي كلها. هيدا مش كافي، لانه حكيت الشيخ ايهاب عن بنت خيه ورحب كثير بالفكره. تفضل تفضلي من الجرصه. وخصوصي انا صرت بدق ومصداقيتي صارت على المحك مع الشيخ ايهاب. روقي روقي، وما بيصير الا على خاطرك ان شاء الله، لانه خايفه ما يكون ابنك سبب الخلاف بيننا وبين الشيخ ايهاب. ايه بقتله وحياتك انت، بنسى انه كان عندي ولد. اعتذر، حطيت لك شغلك. اي شغل اهم منك؟ فاتن شو صاير معك؟ خبريني شو صاير معك؟ فيكي هيك حبيبتي؟ ها؟ حبيبتي شو؟ وسام عبد الله اللي كان يشتغل عندك وقت فتحت الشركة، وكان يحبك ويعاكسك وقت كنت بالشركة، وشحطه يومه ومش ناسي، وهلا عم بينتقم من بنتي. الله لا يوفقه. والعمل ليه ما بتجيب له الشرطة؟ بتضحكي وكي أختي، لشو بنتي قاصر أو هو عم بيعتدي عليها؟ بس عم يلعب لها بعقلاتها برضاها. بنتك مبهورة بالمال، مش عارف كيف بدها تغتني وبسرعة. يبعد له ضربي. ايه يا رب، مثل ما عم يأذي هالمرة يبعد له. مين يأذي؟ لازم نخبر زياد لتصرف. الله يساعد زياد، لشو بيقدر له. ما في توصيلة؟ عود، عايزك بموضوع طويل، عود. خير إن شاء الله. هاي ناهد. أهلا أسامة، في شي؟ إذا في شي فيك تنطرني بمكتبي. لا ما في شي، بس كنت حابة بعزمك على سهرة حلوة الليلة. مرسي ناهد، أنا بحبك. من هو يتجوزك؟ سألتني إذا بيدلك نفس الشعور؟ كله كان ماشي الحال قبل ما شو؟ قبل ما يفوت وليد سعد على الخط. أنا هلأ مشغولة، وهيدي الشركة للشغل مش للقضايا الشخصية. ليه أنا شو قلت؟ ما بدي أسهر، وأصلا أنا ولا مرة فكرت إنها تكون شريك حياتي. فكر إنه وليد سعد بيقدر يبعدني عنك، هي كتير غلطانة. إذا بعد تحكي معي بهذا الموضوع رح خبر السيد وليد، وهلأ صار هو واصل، فتفضل لبرا قبل ما هو يجي حضر. أنا السيد وليد ما بيخوفني. تعال لبرا.
برا. وين شيرتي؟ عم فكر بهيدا أسامة عبد الله، كيف ما عرفنا فيه وحذرنا البنت منه؟ شو بده يذكري فيه بعد كل هالسنين ومغير اسمه من أسامة لسام؟ مع اني قلت له لوليد يسأل عنه، ما الله غلطة يا مرت خيي، حاجة تذنبي حالك وتذنبي جوزك بقى، ليه انتو ارتحتوا من وقت ما؟ الله ليوفقك يا أم لطفي. لي هيدي الكلمة المضبوطة، دمرتنا، شتتتنا، قصمت العيلة. فاتن، كيف صارت عصابك هلا؟ حسن، انت اعطيني بس شوية وقت لح رايحك من وجعك. قررت طلق زياد. وانا قررت اتجوزك. لازم نعجل لانه مش قادرة احمل اللي عم بيصير. فيك تحكي من هلا مرتي. حسام، ما بدنا نغلط، ما بدنا نحكي العالم علينا. معقول؟ مرحبا زياد. ايه زياد. أكيد ما رح طلقك لأنه عارف إنه رح ترجعي لي، وأنت اعتبر حالك من هلأ ميت. صحتين. اشربي وما تخليه يعصبك. يلا بيبي. وهذه هي قصتي باختصار. من اول يوم حسيت في شيء، وكل يوم عن يوم عم حس انه هالمرة عم بستهدفك. تشو؟ وليد، انا ما بستغني عنك. طلبت منك تقيمني من الشغل، ما هيك؟ ولو السؤال بسيط يا صديقي، بس الجواب صعب. لا لا، ما بدي اياك تلاقي في شي صعب بدلي. بذكر المرحوم بيك ما كان يلاقي شي صعب، كنا انا وياه مثل الاخوة، وعزت علي الدنيا لما رجعت وما لقيته. سليم، انت مثل ابني، وما في بي بيتمنى الضرر لابنه. عمل لها اللي بدها اياه، ولا بتحطمك مثل ما حطمتني. بس الفرق بيني وبينك انه انت بعدك شاب باول عمرك، بس انا الدنيا قستني، قستني وقست قلبي ومشاعري.
تتصل فيها وإلا قمت وليد سعد من الشغل. وين بدنا؟ عندي بالشاليه. قبل ما نتجوز؟ طيب اعتبريني يا حبيبتي. طيب كيف بدي اتجوزك وهو بعد ما طلقك؟ ورافض يطلقني. ارفع لي دعوة. اطلبي منه الطلاق. بأي حجة؟ أنا قاعد بلا شغل وأنت معيشتي. ما هو برات البيت كمان، هيدي حجة زيادة. سام، وعدني انك ما رح تتخلى عني ابدا. ما هو اللي تخلى عن حياتي. سلمى ليه عم تلفي وتدوري؟ وين راحت نهل؟ هلا لما بتجي هي بتخبرك. روق، راحت تدبر شغل. شغل؟ عند مين؟ قال في مرة بتعرفها وممكن تشغلها عندها. شو بدها تشتغل عندها؟ شو اسمها المرة؟ ما بعرف. هلا لما بتجي هي بتخبرك. رضاي عليك يا خيي تروق، لانه نيتها تساعدك. طيب كيفك حبيبي؟ جيت بكير اليوم على غير عادي. وين كنت نايت؟ وصلت شوي صوب سميرة. سميرة؟ سميرة اللي عندها الانستيتيوت اللي كانت تيجي تعمل لك ضفيرك؟ صحيح. شو فوقك عليها هلا؟ قلت بركي بشتغل عندها. وشو بدك تشتغل عندها؟ مثل ما هي بتشتغل، بحاجة لحدا يساعدها. يعني من بعد ما كانت تشتغل لك رحت تشتغل عندها وتحت ايدين الناس؟ والشغل عيب يا تقبرني؟ قولي له هيك، قولي له هو وين كان وين صار. انا رجال بتحمل بهدله. بس انا بدي ساعدك. نهت، نسي الموضوع. وليد ليه ما بتاخذ وبتعطي؟ بترجاكي اختي، انا مسيطر على الوضع ونحن هلا بحاجه لقلب البيت. إذا كرمالي أنا. أنت ما دخلك يا أختي. بعد ما كنا فوق وكان عنا خدم وحشم ما كانت تشتغل. هلأ لما صرنا بحاجة لها بالبيت بدها تروح تشتغل. كيف نوقف على رجلينا؟ واقفين. وليد أنا حاسة فيك وحاسة قديش عم تتعب. إذا بتشتغلي بتعب أكتر. ما تخليني أشعر بالعجز، ما تخليني اشعر انه مش قادر اعيشكم. اذا الدولاب برم والظروف اجت ضدي توقفي انت ضدي كمان؟ كل همي وقف حدك.
بتوقفي حدي اذا بتقعدي بالبيت. اذا وللبنت انا بترك البيت ما بتعودي تشوفي صورة وجهي. لا خلص بطلت اشتغل. اهلا سجان، كيفك؟ هلا صرت منيح. لوين بتحبي وصلك؟ ما في لزوم تكتبي لها ورقه، صرت افهم عليك على الطاير. اضحكي. 60 عمر وما يكون في زعل. تفضلي. مسكن؟ ليه؟ عم يوجعك راسك؟ كتير. عندي حبة مسوية شوي. هدول انا معود عليهم. اعطيني اياها تنزل جيب لك هالنوع من الصيدليه. شو انا اغلى منك؟ حبيبتي هدول قوية شوي. يمكن ندوخ عليهم. بس وجع الراس ظهري بصح. اوكي. بالاذن تجيب كوباية مي. اذنك معك يا حبيبتي. في الشفا يا بنت وليد سعد. فيك زعلان؟ الحياة قهارة. شو السبب؟ ما بدي حملك هم سجان. الحين أبي أعرف. زعبونا من الموقف. ليش؟ بسبب الست أمل. طمنيني. مش بس راح وجع راسي، راحت همومي كمان.
انت مهمومه كثير، بس حاسه احساس غريب ما تكون هالحظ. لا لا يمكن لأنه كنا بالمطعم وشربين شوي. كيف راح عن بالي هالشي؟ بس بالفعل راحت كل همومي. أنا لحشل هيك كل همومك. لا ما فيك تلمسني قبل ما نتجوز. اعتبرينا من هلا مجوزين. يا حمار زياد ما بدي اطلع. انا طلقت وناطرك. عفوا رحت لبعيد، بس تذكرت حلم صار فيه نفس الحديث اللي صار هلا، وكنت دايما اتمنى امل تسمعه. كمل كلامك. كل وحده منهم عندها محلة بقلبي، وانا قلبي عادل لاني تربيت على الايمان. لطالما كنت عادل بيناتهم، ولطالما حملت جميل لامل حتى ناهد، لأنها كانت عارفة كل شيء وعارفة إنها ضحت كرمالها. بس أنت خنتها معها. ما فهمت عليك. أنا تزوجت شرعي. أنا بعد مطلق لغت الحب. الغريب إنك عم تسألي نفس الأسئلة اللي سألتني إياها الحلم. كل مرة تجي معك حق. على العكس كنت ناهد مع أمل. بس تزوجت أمل قبل. مع هيدا وكله كانت عشيقتي. يمكن لأنه ما إجينا أولاد كانت ضل بزهوتها وبقيت عشيقتي. بس ناهد مرات كانت تكون مرتي ومرات ام ولادي. بهالحاله الولاد سرقوا جزء من حبي لها. بس امل ما حدا قدر سرق حبي لها. واحد غيري كان طلقها لأنه بيكون طمعان بمال أمل، بس أنا طول عمري كنت طمعان بمحبة أمل، كنت صادق معها ومع حالي. لو أمل حبت ترجع لك شو تسوي؟ ولا يوم فكرت إني انفصلت عن أمل. أنا ناطرها. الزمن بيداوي الجروح، ورغم الجروح اللي سببت لي اياها
بعدني بحبها. شو حبيبتي؟ ليه صار اللي صار؟ لأنه لازم يصير. أنا بحبك وأنت بتحبيني. أنت اعتديت علي وأنا رح أتشكى عليك. ليه أنت ما كان هيك بدك؟ شو هي هالحبة اللي أعطيتني إياها؟ الحبة بتنسي الهموم والأوجاع. يعني حبيت مخدرات؟ فاتن عشوعة لنعم، هيدي حبة من صنف المهدئ اللي انت دايما بتاخديها. من وقت اللي بلشت اخدك وجيبك وانت بتسأليني، انا ولا مرة سألتك. بخاف اسئلتي تحرجك وانا ما بدي تزعلي مني، خصوصي انه ما بقى لي حدا غيرك. احلى تسلي. مزوجة؟ مطلقة. ليه؟ ما بدي فتح جروحاتك. معقول رجال يخون مرة مثليك؟ عندك ولاد؟ تزوج عليك؟ خلنا نمشي. ما تكوني زعلتي. أنا بعتذر. أوكي. ست جيهان. عفوا. لا تشغل بالك. رح تتخلي عني؟ اللي تعب الليل خذ البضاعة. أنا قلت لك بالليل مش أول الليل. وهيدي شو عم تعمل هون؟ مين هيدي؟ فاتن. ثابت. بس أنا وفيت شفتها مش ولا بد، مش مثل ما كنت شوفها. عم تتعاطى شيء؟ عم دربها. خليني أدربها عنك معلمة. أوعى تقريب صوبها، فهمت؟ روق روق كلمة ونقلت. هيدي بتخصني. مبارك عليك. يلا فل ورجع بعد ساعتين. وأنا على الموعد، وصيني. تبع حالك بس. كيفك بابا؟ اهلا يا ابني. ليه بالمطعم؟ حبيت احكي انا وياك على انفراد. شو بتحب تاخذ؟
ماشي، يا ريت تقلي بشو عايزني. لكن هالقد مستعجل؟ يعني حابب اعمل صفقة معك. تفضل. مصر على زواجك بغنوة سعد؟ صحيح. ونحن معارضين؟ وماني عارف ليه صراحة. ما بدي ارجع للموضوع، صرنا حاكيين كتير فيه. والحل؟ مستعد اكتب لك الشغل باسمك، بس بعد من غير واسع. الصفقة عادة بتنعمل بين اثنين عن مصلحة أو تجارة معينة. بيكون في شيء بينشرى وبينباع، يعني له ثمن. صحيح. اللي بيربطني بغنوة ما له ثمن. بتقدر في إنسان ما له ثمن؟ هلا خلي غنوة تلاقي شخص معه مصاري أكثر منك، بتتركك وبتروح معه. مستحيل. يا ابني لو حدا غريب عم بيحكي معك كنا بنقول هالشخص عم بيغريك وما بده مصلحتك، بس انا بيك. يا ريت. كيف؟ بطلت حس انك بيي اللي كنت حب شوفه كل يوم واحكي معه كل لحظة. صرت اقطع الهم لما تبعت وراي تحكي معي. سامر ليش عم تحكي هيك؟ لأنه صرت حس إنه في حاجز بيناتنا، حاجز مبني من الحقد. بتصدق إنه في بي بيحقد على ابني؟ مش أنت اللي حقد، أنت رهينة حقد مرة اسمها أمل لطفي. افتكرتنا كلنا حجار شطرنج وعم تلعب فينا تتنتقم من وليد سعد. بفهم إنه الصفقة بيني وبينك فشلت. لأنها صفقة فشلت. سامر فيك تأجل زواجك بغير وسعد لكون زبطت وضعي. صدقني هيدي مش خدعة ولا خطة خبيثة، هيدي فرصة تأخلص من بغض أمل لطفي. بتوعدنا إنه أنت اللي رح تحكي لي بغنوة؟ بوعدك إني ما رح كون معارض. يهون عليك، رح أطلب إيد حبيبتي ملا بي وأمي. أعطيني وقت. شو بدك تاكل؟ مش لازم بقى اروح على الشركة، بس ما في ارجع لورا. اهلي رح يشمتوا فيي واول الشمتانين زياد. ست فاتن، فحوصاتك نضاف وما في مشكلة. وين المشكلة دكتور؟ المشكل زياد، بس منها المشكلة المهمة. شو يعني دكتور؟ مستر زياد عندك ضعف وبحاجة لفيتامينات مركزة. دكتور عرفت شو بدك تسأليني. المشكلة منها لا بهالخطورة ولا بهالأهمية. زياد بحاجة لعلاج والقصة بدها شوية صبر. مش كل مرة تفتحي لي هالسيرة. هلا ما بدنا اولاد. يا بنتي هيدا غلط، ما لازم تتأخروا. لكن لشو الواحد بيتجوز؟ تجيب اولاد بس؟ اكيد لا، بس الاولاد وين؟ انا ما عم بقلك ما بدنا اولاد، بس هلا وقتيا تنكون اسسنا حالنا. اسستوا حالكم؟ بوجود بيك انت عتلاني هم. كلي كلي. ليه صار هيك؟ شو عطاني؟ حسيت شعور مش حسي فيه من قبل. بس ليه حس حالي تعبانة وندمانة على اللي صار؟
ليه بعدك سهرانة؟ ناطرتك. شو اللي مضايقك؟ أكيد في شي مضايقك. تعبانة من هالوضع. سلمى ضايقتك بشي؟ سلمى؟ الله يساعد سلمى. لكن وين المشكلة؟ المشكلة إنه كتير هلقت. معقول اللي عم بيصير فينا؟ أيمتى رح ينتهي هالوضع؟ مهد؟ مش أنت اللي علمتيني الصبر؟ أو أنا غلطان؟ أنا مشغول بالي على فاتن. فكرك أنا بالي مش مشغول؟ فكرك ناسي كل هالمشاكل اللي عم نتخبط فيها؟ صدقيني مرات بكون سيئ السيارة أنا ومش قاشي قدامي. نايت تعودت شوف الضحكة بوجهك حتى لو كنت موجوعة. كلماتك المتفائلة كانت تشد عزيمتي حتى انا ومنهار. اذا كنت انت متشائمة انا بمين بدي شد حالي؟ كلنا كنا نتأفف ونحتاج. كنت انت تسهل الامور تتسخر وننساها. انك انت توصل لهالحالة ما تعتلان. انا بعدني ناهد اللي بتعرفها. كنت حابب بس فكر بصوت عالي اليوم. هلا ارتحت.